تكريماً للسنوات من العطاء ولدورهم الريادي كآخر المحافظين على هيبة التعليم في محافظة أبيان، أقامت مدرسة الإيمان في مدينة جعار حفلاً تكريمياً لرواد الحركة التعليمية في المحافظة، عرفاناً بمسيرتهم الحافلة في السلك التربوي. قمنا بتكريم أفضل المدرسين الذين شاركوا وأسهموا في ظهور وبروز مدرسة الإيمان ظهوراً ناجحاً لا يخفى على أي شخص في مدينة جعار. السعادة التي غمرت هذه الكوكبة من المعلمين وهم يستعيدون ذكرياتهم في المجال التربوي كفيلة بمحو سنوات من التعب. نتمنى أن أبناءنا ومعلمينا الجدد يعملوا على رفع مستوى التعليم، يرجعوا إلى أيام زمان، رفع التعليم إلى ما كنا فيه. هذا المربي الفاضل كما يحلو الكثيرين هنا مناداته، المعلم عبد الله مسعود، واحد من ذلك الجيل المثابر والذي ظل في عداد المنسيين لمدة 10 سنوات من تقاعده، يكرم اليوم في المدرسة التي كانت آخر المرافق التعليمية حيث شغل إدارتها قبل تقاعده. الأخوة في إدارة مدرسة الإيمان قاموا بتكريمي بصفتي مدير سابق للمدرسة، وهذا يعني بأنه لديهم يعني رغبة في التواصل والتطوير لما تم إنجازه من سابق، وهذا دليل على أصالة المعلمين وأصالة إدارة المدرسة، ويعني طمأن لي بأن الناس لم تنسى جهودنا. شهادة تكريمية حملت الكثير من الدلالات المعنوية كرد للجميل للدور الذي قام به معلمون وقدموه للنهوض بالعمل التربوي من خلال المآثر التي خلدوها في ذاكرة أجيال متعاقبة. يرى المعلمون المتقاعدون أن التكريم الحقيقي ببذل الكثير من الجهود التي تضمن إخراج جيل متسلح بالعلم والخروج من دوامة الواقع المتردي من خلال إيجاد أفكار عملية تسهم في الرفع من مستوى العملية التعليمية التي باتت على وشك الانهيار. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.